السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوتي، الرئيس عبد المجيد تبون يصدر تعليمات فورية للتكفل ب 50% من نفقات تنقل الفيل مناصر خوتي الى كوت ديفوار. ليه بيروح يروح ودار تخفيضات 50%، يعني الفيزا لو كان ب 14 مليون تقبلوا فيه 7 ملايين وباقي عندهم. يحب يروح يروح يناصر منتخب الجزائري عادي، اللي عنده صور يروح يسير وان شاء الله المنتخب الجزائري نديرو بالتوفيق ان شاء الله. هذه نروح نشوفوا الفيديو، ما تنساش دير لي كومونتير خلي اشتراك هو جديد وتفرج معايا الفيديو. سي بورتور ليكيب ناسيونال، شوفوا تبون واش عطاكم الرئيس الجمهوري، يصدر تعليمات قوية للتكفل ب 50% من نفقة تنقل الفيل مناصر إلى الكوت ديفوار. واش معناتها؟ تسمى واش راح تصرف؟ ناقص 50%، زعما البي تاع الطيارة يدير 14 مليون تخلص غير 7 ملايين. كلش واش النص الآخر تخلصوا الدولة. حاجة مليحة خاوتي، اللي يحب يروح الكوت ديفوار باش يناصر المنتخب الوطني، ها خاوتي هذي خدمتك عندها يا 2000 ساعة. المصدر هو الشروق تي في، تسمى مصدر رسمي ماشي تسمى هضرابك ولا تسمى أوفيسيال. وقال لك يصدر تعليمات قوية. سما خاوتي بعد اليوم من اليوم غدوة غير غدوة راح يطلقوا هاد 50%. سما خاوتي إلا عندو شوية دراهم وحب يروح ليكيب ناسيونال، هاي كاين موان 50% حاجة مليحة ليكيب. باش نروحو نشوفو ليكيب ناسيونال تاعنا إن شاء الله خاوتي يديرو لكم غافريك، إن شاء الله يتكاليفيو للدوزيام تور. من الدوزيام تور ساعة فيها خير ليكيب. السلام عليكم. أنصار الخضر وجماهير المنتخب صبحوا اليوم على مفاجأة وخبر هاي. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعطي تعليمات للتكفل بألفي مناصر باش يروحوا يساندوا الخضر في الكوديفوار خلال كأس إفريقيا بتخفيضات على تذكرة التنقل وصلت ل 50% من السعر، وزيد على هذا تخفيض آخر 50% على تصاريف الإقامة. خبر فرح أنصار الخضر بزاف، خاصة وأن سعر التذكرة وحده الجزائر أبيجو يوصل ل 14 مليون، لكن بعد تعليمات رئيس الجمهورية السعر سينخفض للنصف. العديد من أنصار الخضر عبروا عن فرحتهم بالقرار، خاصة وأن مصاريف التنقل وكيفية شد الرحلة لبلاد الفيالة كان يسبب وجع الراس البزاف منه. المنتخب بهذا القرار ضمن 2000 مناصر، على الأقل راح يزعزعوا الملعب كالعادة، وكتولي في الجزائريين 2000 تقدر تضربها في 10، الحرارة تاعنا وحدة. كوت ديفوار رانا جينا ولاكوب مادابينا.